معايا هنا كوباية من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة خالص بالشكل ده كده من البيكنج باودر على قد ما نقدر، ممكن تبقى رشة بين ايدينا كده لو احنا ما عندناش معلقة صغيرة كده، رشة من الملح، معلقتين كبار من السكر الباودر، مش عايزاها مسكرة قوي طبعا، لو حابين تزودوا السكر شوية صغيرين ممكن، بس يعني ما تكتروش. معايا هنا كمان معلقتين من الزبدة السايحة، هقلب بقى كل المكونات دي كده كويس مع بعض. انا كده وزعت الزبدة والدقيق مع بعض كويس جدا. هنا بقى عندي معلقتين اتنين بس من اللبن، احاول اجمع بيهم بس العجينة مش اكتر بالشكل ده كده. كده البسكوت اتجمع معايا، البسكوت طبعا ما بتعجنش كتير، يا دوب بس بيتجمع بالشكل ده كده. دلوقتي انا حطيت البسكوت بتاعي على ورقة زبدة، هتني عليه الورقة بالشكل ده كده، هفرده بقى السمك تقريبا نص سنتي. انا كده بساوي العجينة بتاعتي بعد ما فردتها، انا عايزاها تكون متساويه بالشكل ده كده، باي حاجه بسكينه او بقطعه بيتزا او اي حاجه بالشكل ده. هحاول بقى اقطع شرايح من البسكوت بس تكون متساويه قدر الامكان بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هنقل البسكوت بتاعي على الصينيه اللي هدخلها الفرن، وكده البسكوتات بتاعتي بقت جاهزة معايا، حطها في فرن درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. معايا هنا كوباية من السكر هنزل بيها شوية شوية كده، السكر المرة الأولانية داب هقلبه بس تقليبة بسيطة، وارجع احط كمان شوية بشوية لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. كده السكر اتكرمل معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي هحط معلقتين كبار من الزبدة وهرجع اقلب لحد ما الزبده تدوب. دلوقتي بقى هحط نص معلقه من الملح عشان تظبط السكر الكتير اللي معايا، ومعايا هنا كوبايه كامله من الحليب المكثف المحلى. دلوقتي بقى هنلاقي السكر كلكع نوعا ما، هنفضل نقلب تقليب مستمر لحد ما السكر يدوب تماما معايا والقوام يبقى كثيف. دلوقتي بقى كل سكر داب معايا والخليط بتاعي بقى ناعم وكثيف بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هطفي عليه النار واسيبه على جنب يهدى، كرمل نوعا ما بقى هادي معانا بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هنزل الكرمل في كيس اشتغل بيه، كيس ثلاجة او كيس حلواني اي حاجة موجودة عندنا. دلوقتي معايا معلقتين كبار من اي شوكولاتة كريمي عندنا او ممكن احنا عاملينها في البيت، دي نوتيلا، انا هحط عليها دلوقتي معلقه كبيره او معلقه ونص من عسل الجلوكوز بالشكل ده كده. هقلبهم بقى وادوبهم مع بعض كويس جدا. دلوقتي بقى هنزل الشوكولاته بتاعتي هي كمان في كيس علشان اسهل على نفسي الترتيب بتاع البسكوت. دلوقتي بقى البسكوت طلع معايا بالشكل الجميل ده، هنطبق بقى الوصفة. اول حاجة هنحط شوية من الشوكولاتة مش كتير قوي بالشكل ده كده، دلوقتي بقى بعد ما حطيت الشوكولاتة هرجع احط طبقة تانية من الكراميل بالشكل ده كده. دلوقتي عملنا اول واحدة، هنعمل التانية بنفس الطريقة، الشوكولاتة الاول وبعد كده الكراميل بالشكل ده كده. هكمل باقي البسكوت اللي معايا بالطريقة اللي احنا شايفينها دي كده، حطيت طبقة من الشوكولاتة تحت وبعد كده الكراميل واخر حاجة طبقة من الشوكولاتة تاني. دلوقتي بقى هحطهم في الفريزر لحد ما اعمل الشوكولاتة اللي انا هغطي كل البسكوت والكراميل وكل الحاجات دي بيها. هنا بقى معايا 100 جرام من الشوكولاتة الخام بالحليب، وكمان 100 جرام تانيين من الشوكولاتة
البيضه، ودلوقتي كمان معايا معلقتين كبار من الزيت، هسيحهم في الميكرويف او على حمام مائي. دلوقتي كده الشوكولاته بتاعتنا ساحت معانا بالشكل ده. دلوقتي بقى هننزل بالبسكوت بتاعنا، نغطسه بالشكل ده كده كده. بعد كده هنشيله ونصفيه على الشوكة كويس جدا كده. بنشيل البسكوت بتاعنا نحطه على كيس بلاستيك او ورق نايلون بالشكل ده، ونصفي كويس جدا من الشوكولاته كده. دلوقتي بقى الزيادات اللي معايا بالشوكولاته بالشكل ده كده، بالمقشره او بالسكينه او باي حاجه احاول اخلي الشكل منتظم. طبعا هي الشوكولاته نشفت معايا. دلوقتي بقى الشوكولاته الباقيه معايا بشكل عشوائي كده وبسيط جدا، خطوط بسيطه كده تدي بس شكل مش اكتر. لو مش حابين الشكل ده خلاص مش هنعمله، بس هو بس هيدي شكل مش اكتر من كده. دلوقتي بقى الشوكولاته بتاعتنا بقت جاهزه معانا بالشكل الجميل ده، شايفين قد ايه هي حلوه. نفتح بقى واحده من جوه مع بعض، شايفين. انا بقى مش هقول اي حاجه عشان انا عايزاكم تبصوا تشوفوا الكراميل والشوكولاته عاملين ازاي. بجد وصفه تجنن، طعمها غني جدا وقوامها حلو جدا. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يسيب لي رايه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله.